الحمل القادم على النبي الكريم حملا ثقيلا جدا، وبمجرد إعلان الدعوة الإسلامية سيكون أهل قريش له بالمرصاد، وحجم الأذى والتعب الذي سوف يلحق بالنبي كبيرا جدا. لذلك كان هناك إعدادا ربانيا رهيبا لشخصية النبي قبل البعثة. وكل الأحداث الجسام التي وقعت في حياة النبي قبل البعثة جعلت منه شخصا قادرا على تحمل ما لا يمكن لأحد تحمله، وبنفس الوقت كان لكل تلك الأحداث سببا رئيسيا في أن يكون رحيما عطوفا على أمته. وما وقع معه بالطائف بعد البعثة دليل أن النبي الكريم تعب وأوذي في نفسه وفي جسده. فهذا الدين لم يأتينا على طبق من ذهب، ولعلنا نذهب إلى الطائف وما حصل مع محمد صلى الله عليه وسلم لنسوق دليلا على أن بناء شخصية النبي قبل النبوة كان لها الأثر الكبير بعد البعثة، من قدرة مرعبة على تحمل مشقة الدعوة. بعد أن توفيت زوجته خديجة بنت خويلد وكذلك عمه أبي طالب، اشتد أذى قريش على النبي الكريم، ورغم حزنه على فقدان أحبابه من خاصته وعائلته إلا أن الأمر يتعلق بالأمة، فقرر الذهاب إلى أهل الطائف ليدعوهم إلى الإسلام لعله يجد قبولاً، لأن حجم الأذى بات كبيراً. المسافة بين الطائف ومكة 100 كيلومتراً. سافر على قدميه لأنه خاف أن ركب على ناقة، اعتبر أهل قريش أنه ينوي الهرب وعندها سيمنعوه، لذلك سار على قدميه 100 كيلو برحلة شاقة بين الجبال والصحراء، قطعها بأربعة أيام وكله أمل في أن يلقى من يوحد الله. عندما وصل إلى الطائف قابل أول زعيم من أهل الطائف فقال له: يا محمد، إن كنت نبيا فأنت أعلى مني، فلست أنا في مكانك حتى أكلمك، وإن لم تكن نبيا فلا تستحق أن أكلمك. وراح إلى الزعيم الثاني فقال له: يا محمد، والله لو تعلقت على ستار الكعبة وأقسمت أنك نبي فلا أصدقك ولا أناصرك. فراح إلى الثالث فقال له: يا محمد، ألم يجد الله غيرك ليرسله لنا؟ قال النبي الكريم: اكتموا عن قريش أني جئتكم. فقالوا له: والله لنبلغ قريش أنك جئتنا تدعونا إلى الإسلام. وكلفوا فارسا منهم بهذه المهمة، وانطلق من فوره إلى مكة ليخبر قريشا بقدوم محمد لهم، وطلبوا من صبيانهم وعبيدهم رجم النبي بالحجارة ويؤذوه بالكلام حتى أدميت قدمه. بعد فتح مكة وبعد أن عاد النبي إلى المدينة ودخل الناس في دين الله أفواجا، سألت أم المؤمنين عائشة النبي الكريم عن أشد ليلة مر عليها طوال البعثة، فقال لها: ليلة ما طردوني أهل الطائف. صلوا عليه وسلموا تسليماً.